اذكر بطولة فاز بها المنتخب العراقي لكرة القدم. هاي هاي أكيد أنت كأس تعرف. آسيا. ها؟ كأس آسيا. كأس آسيا. ممتاز ممتاز، أفضل احتمال كأس آسيا. طيب أحمد وين صار؟ شنو هذا؟ ليش خلاص؟ بيتابع بعد. يابا ادري اقوى اجابه بس اجيب يعني شنو خيي تبخري ما تبخري الدقاب الدقاب خليني اعتل زين روح احمد روح ارتاح روح لا لا جديات والله اي اوكي خلاص يلا بدها تفضل اخ مرتضى طيب عائلة السعدي نعم عباس نعم صدق اذكر بطولة فاز بها المنتخب العراقي لكرة القدم بطولة كأس الخليج بطولة كأس الخليج خلينا نشوف نعم ثاني أفضل احتمال كأس الخليج حنين أنت شو تقولين غرب آسيا غرب آسيا خلينا نشوف كأس غرب آسيا فاز بها المنتخب العراقي غرب آسيا حلو أوه غرب آسيا أخ مصطفى بطولة ما كملت سام كرة قدم بس كرة القدم كرات قدم بس القدم كرات قدم فوتبول مو جمالة لين احمد ايه على مود احمد شفت كمال شفت كمال سام خوفني شويه ناقشوا تناقشوا ما يخالف يلا اذكر بطولة فاز بها المنتخب العراقي لكرة القدم فوتبول يلا وقت ماكو شكرا مرتضى مرتضى خطأ واحد عندكم لا تسوي خطأين استمر اذكر بطولة فاز بها المنتخب العراقي لكرة القدم وينك يا أحمد راضي أبو هيا الوردة أحمد راضي أحمد راضي تقدم أحمد راضي أحمد راضي أحمد راضي باو يلا ماكو وقت مرتضى ماكو ماكو لا صدق اما هاي حلوه هاي الاو في محلها اذا خطأين